هل اعتبر وجودها في بغداد ربما من العاصمة تاريخ رمزية اعتدال هذه المنطقة يجب أن تحط اهتمام خاص؟ نحن مجلس الوزراء جاهزين في أي شيء تطلبوه، أي تحديات، وبالخصوص شفت في بعض الأعمال الجديدة مشابه سابقا وبسرعة تستحق عليها الثناء، تستحقون عليها التقدير. الله يحفظكم إن شاء الله. ودكتور حيلة مشهود لك أنت والأخوان حقيقة. الله يحفظكم إن شاء الله. بالإخلاص لهذه الأمانة، هي أمانة تاريخية. الله يحفظكم إن شاء الله. إن شاء الله تكون تجربة نوعية. إن شاء الله. لتقديم أفضل ما يمكن للزائرين لهذه العتبة المقدسة. وكما ذكرت لكم في أي تحدي عندكم فيما يخص الجانب المالية في الجانب الإدارية. الله يحفظكم. نحن إن شاء الله نتصل وياكم. حماية واهتمام بالزائرين أولوية. أحسنتم. وهذه الخدمة شرف بالنسبة لكم حقيقة. أحسنتم. تحصلون عليها كتاب، تحصلون في كل تقدير احترام المجتمع، فيجب حمايتها واحترامها. عندنا التحدي القادم الجاي هو عاشوراء. نعم. وعندنا وباء كورونا، أتمنى عليكم كعتبة. نعم. تعطونا تصور شلون نتعالج ونتعاطى مع هذا التحدي الكبير. تمام. الشعار حق علينا. واجب علينا كليتنا، لكن فقط نحتاج نحمي الزائرين وشلون نوصل آلية بهذا الوضع التحدي الكبير وباقرة. أتمنى أن تكون تصور إن شاء الله. طلبت من عندك هذا الأسبوع الماضي. تمام. وما زلت أطلب من عندك توصل إلى نتيجة. تمام. حتى نخدم الزائرين أفضل ما يمكن أن تخدم. عند تحديات الناس حقيقة الناس سمحتها، أسواقها معطلة بالكاظمية، كهرباء عندنا مشكلة فيها. تمام. إن شاء الله يوفقنا، لكن نلقى حلول لهالناس. هاي حلول يحتاج لها وقت. أحسنتم. ولكن بعضها تحتاج وقت قصير. أنا أفكر هاي عندنا بالكاظمية بالمدخل تسوي بالسوق الشعبي، الناس بدل ما يقفوا بالطريق هاي جماعها متى السوق الشعبي اللي يزور يتسوق من عتم السوق، شوفونا قطعة أرض قريبة من هنا مستعد نخصصها لعتبة وتكون هي هذا مركز اللقاء التجاري بالأعمال الصغيرة. شو تتحدي شلونهم؟ قاعد تقومون أنتم بواجب حقيقة عكس شغل. من حرب داعش إلى مناطق مجهد في بغداد وخارج بغداد دوركم دور كبير.
وأي شيء دعم تحتاجه إحنا راح نوفر لكم حقيقة. أمن الناس مسؤوليتكم، أنتم قبلتوا تشيلون هذا الوسام، شرف كبير لكم ولعوائلكم وأبنائكم. فكل الدعم عندكم المطلق. أعرف حجم المسؤولية الواقعة عليكم، مو سهلة، بس أنتم أبطال وقتها وجود إن شاء الله. وإن شاء الله نعبر هاي المحنة، محنة كورونا، وإن شاء الله نفتح المجال للناس الزائرين، وإن شاء الله حتى موضوع الإرهاب وتعدمين إن شاء الله نعبر هاي. هذه رأية الإمامين الذين عبروا ضبر قدمها هدية باسم الأمانة العامة، ونسأل الله أن يجعلها بركة لكم.